منعتك من الكلام ما تقعد هنا. منعتك نعم. نظام الداخل يقول الشكل. انا ما تجوزت. لا تصيح واقعد مكانك. صوتك عالي انت. أنا حذرتك وما التزمت وأنذرتك وما التزمت. الآن تفضل غادر القاعة. تغادر القاعة. أنا أمرت يغادر القاعة وما يشترك بأعمال المجلس. بعدين لا هو حرم من اعمال المجلس. انا هذا قراري واطلب تصويت المجلس على هذا القرار. اذا هالطريقه نائب من مكانه باعلى صوته يتجاوز على هيئه الرئاسه بهالوضوح ويمنع من رجوع النظام الداخلي وما يقبل، هذا تمرد على قرارات المجلس وعلى اداره الجلسه. اذا هاي الطريقه النواب يتعاملون حتى نعرف. أطلب التصويت على قراري بإخراجه من القاعة. تصويت الآن. الآن قرار المجلس أن تخرج من القاعة. هذا القرار. لا، هذا تجاوز، هذا تجاوز. هذا قرار المجلس أيضا. إذا قرار الرئاسة ما يحترم، قرار المجلس ما يحترم، والنواب يصرخون بعض صوتهم على هيئة الرئاسة، شنو هالوضع هذا؟ هذا القرار ولن يعود إلى أعمال المجلس إلا أن يقدم اعتذارا خطيا، هذا يكون واضح.